الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. نحييكم ونرحب بكم في ثاني أيام هذا المهرجان المقام هنا في ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن بالصياهد هنا في العاصمة الرياض، وانطلاقات فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز في النسخة الثامنة طيب الله ثراه. هنا الانطلاقات والتحديات تستمر مع فئة الحقايق، وانطلاق الشوط الثامن للقعدان الحقايق 4 كيلومترات. حاضرة متواجدة ويانا في هذا الميدان وفي هذا الانطلاق الجميل. نبدأ بعد المراكز لنتابع المركز الأول، من يتقدم الآن مقدما لنا حضوره؟ يتقدم نجد علي بن حمد بن محمد بن علي بن نور مع مقدمة الشوط، يقدم شعاره الدور إلى المركز الثاني. وتابع محمد بن علوش بن راجس الدوسري يقدم لنا شاهين مع المركز الثاني. المركز الثالث النمر صالح بن علي بن سعيد البريس المري يقدم لنا النمر مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الدخول والهجوم من شعار مرهق طالب بن فهد بن طالب بن شريم. المري يتقدم الآن من الجانب الأيمن، أرى الدخول، يتقدم ويتسلل الآن من الجانب الأيمن بهذا التقدم الجميل. التقدم ناصي حمد بن راشد بن حمد البريس المري، أيضا الدخول والهجوم من شعار جويان بن رويضة بن جويان الدوسري مع متعود. يتقدم الآن العودة إلى بن نورة، بن نورة يتقدم الآن مع الصدارة مع القمة مع انطلاقة المقدمة، ممن النفس أن يكون البطل اليوم في جائزة الملك عبد العزيز طيب الله ثرى. يتقدم الآن ويقدم لنا شعار علي بن حمد بن محمد بن علي بن نور مع نجدة أبناء ميدان الشحانية، يتقدمون أبناء دولة قطر يندفعون، ولكن يتقدم محمد بن علوش بن راجس الدوسري مع انطلاقة شعاره هو القادم وناصي ناصي هو القادم. أتقدم بن حلفان حمد بن راشد بن حمد البريس المري مقدما لناصي ناصي ناصي ناصي، وانطلاقة أبناء المملكة وانطلاقة أبناء ميدان السيح، من يتقدمون مع المركز الثاني المركز الثالث. وصل الآن يتقدم طالب بن فهد بن طالب بن شريم المري مع مرهق المركز الرابع. وتابع انطلاقة متعود أبناء وادي الدواسر قادم راح النايف جويان بن رويضان بن جويان الدوسري، يتقدم المركز الخامس. وصل الآن عامر بن راشد بن سعيد بن راية المري يقدم لنا الصداوية، وأيضا وصل شعار محمد بن مسعود بن بطحان المري مع مايهان، مايهان أبدا في هذا الشوط. وصل أيضا شعار مطر بن محمد بن دحروي العامري مع البارع، قدم الشعار قبل قليل وبن معتوق وصل، ولكن الله يا بن حلفان الله يا بن حلفان وبن نور تقدم الثنائي الخطير الثنائي الكبير مع الكيلو الأخير الكيلو المتر الخطير. متابعينا الأعزاء في كل مكان، حان موعد الإقلاع إلى الانتصار. مرحبا بالقادم لبيب، هو القادم صالح بن مسلب بن طالب بن حقيل المري يقدم لنا انطلاقة لبيب مع المركز الثالث. لبيب يا الحبيب لبيب مع المركز الثالث، ورابعا بن بطحان، ولكن الصراع
النزاع انه ما اسمح بنشريم بنشريم. الله يا ابن عكيل الله يا ابن عكيل. ابناء الشحنية ابناء الدوحة ابناء الدوحة. يتقدم بن عكيل يتقدم بن عكيل مع لبيب 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 لبيب. ولكن من القادم من القادم؟ منهي 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 مع الامتار الاخيرة سلطان بن سيب بن برجس الدوسري. ابناء المملكة ابناء الخضر ابناء الخضر مع منهي وابناء الشحنية العنابي. ولكن المملكة سلام ابناء الدار يقدمون منهي. انهى على الشوط انهى على الفوز سلطان بن سيب الدوسري. ابناء المملكة ابناء المملكة مع البطل مع منهي سلطان بن سيب بن برجس الدوسري. المركز الثاني صالح بن طالب بن عقيل. المركز الثالث شعاره كان بن محمد عن السندوان المري مع كبريت. المركز الثالث المركز المركز الثالث في هذه اللحظات ثالث المراكز وفي هذه الأثناء مع انطلاقة المركز الثالث ولحظات الإعادة في هذه الأثناء. إذا تهانينا وألف مبروك. المركز الرابع وصل الشعار في هذه اللحظات مع لقطات الإعادة والتوقيت الزمني مع البطل والنجم في هذا الشوط. حضر بالأداء الجميل حضر بالتميز الكبير في هذا الشوط منهي سلطان بن صيب بن برجس الدوسري. قدم الأداء الكبير 6 دقائق 5 ثواني 43 جزءا من الثانية. المركز الثاني 6 دقائق 6 ثواني 29 جزءا من الثانية. شعار بن عقيل. المركز الثالث ركان بن محمد بن السندوانة المري قدم كبريت 6 دقائق 7 ثواني 86 جزء من الثاني. المركز الرابع مازن أم طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت قدم الدولي. المركز الخامس شعار بالراية أتم عن المركز الخامس في هذه اللحظات مع انطلاقة دولار سعيد بن علي بن سعيد الغريس المري. إذا تهانينا ومبروك على هذا الفوز. هكذا شوطنا التاسع ينتهي بالسلام. شوطنا القادم الشوط العاشر في هذه اللحظة أم التاسع بالفعل شوطنا القادم. والزميل فواز بن سعيدان العتيبي.